بص بقى، لو انت شخص بتعاني من مشكله ان عندك صور كتير جدا مبكسله، ولو انت شخص اصحابك زلينك وبيبعتوا لك الصور على الواتساب بكواليتي معفنه، ولو انت جرافيك ديزاينر ومش بتلاقي الصور اللي انت عايزها بكواليتي عاليه، او على الاقل بتبقى مضطر انك تدفع فلوس عشان تاخد الصوره بكواليتي عاليه. وفيديو النهارده مش عن برنامج، يعني مش هتقول لي البرنامج ما بيشتغلش على كمبيوتري، البرنامج ما بيشتغلش على تليفوني عشان تليفوني ضعيف. فيديو النهارده عن موقع مجاني وبيديك اكتر من 100 ميزه وكلهم بيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي. وفي ميزه جديده نزلت، هي ميزه تحسين الصور. الميزه دي كل اللي اقدر اقول عليها ان هي ميزه خرافيه، بتحول لك كواليتي الصورة من كده لكده. وقبل ما نبدا نسش اعمل لك الفيديو تعمل لي متابعه، يلا بينا نبدا. اسم الموقع النهارده هو عربي اي اي. ميزه الموقع بتاعنا ان انت تقدر تبحث عنه بكل سهوله، وهتلاقي اول حاجه في السيرش بتاعك. الموقع ده فيه اكتر من 50 ميزه مع بعض، وكلهم بيشتغلوا بالذكاء الاصطناعي ومجانا. اول حاجه هنعملها ان احنا هنسجل دخول من هنا. سجل دخول بالجيميل بتاعك عادي جدا، هتلاقيه فتح معاك بالشكل ده. اول ما تتك على بدء الان، بعد ما نسجل دخول هيكون ده شكل الموقع بتاعنا. تقدر من هنا تتكلم مع الذكاء الاصطناعي، تخليه يبحث لك عن حاجات او يعمل لك سكريبت او اي حاجه انت عايزها. اما قسم الكتاب هنا، يقدر يكتب لك نص البريد الالكتروني اللي انت عايز تبعت لشركه او لمكان، يقدر ان هو يعمل لك سيرش بتاع فيديوهاتك، يقدر يكتب لك رسائل، يعمل لك اعلانات، يعمل لك حاجات كتير قوي. اما قسم المطورين، هتلاقي فيه اي حاجه ليها علاقه بالبرمجه بتاعتك، يقدر ان هو يكتب لك سكريبتات كامله تقدر تستخدمها على طول. اما بقى الجزء الاساسي اللي احنا عايزينه دلوقتي وده هدف الفيديو بتاعنا، هو قسم المصممين. اول ما تتك عليها هتلاقي مكان هنا لانشاء الصور، هتلاقي جزء ثاني بيشيل لك الخلفيه من الصور، جزء ثالث بترسم فيه تخيلك وهو بيعمله لك برتقاله زي ما انتم شايفين كده. انت ممكن من هنا ترفع رسمه مرسومه قبل كده، يعني خلينا مثلا نكتب هنا مثلا بحر وشمس. خلينا مثلا ناخد الرسمه دي نخلي الذكاء الاصطناعي يتخيلها، نقول له بحر وشط وشمس ونخل. ده بقى شكل الرسمه يا جماعه، انت متخيل ان الرسمه بقت من كده لكده. وتغيير خلفيه الصور زي ما انتم شايفين كده. المكان ده هينفع المصممين جدا. هدف الفيديو والميزه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي هي تحسين الصور. اول ما تتك عليها الموضوع مش محتاج شرح خالص يا جماعه. بتتك على الجزء ده بيفتح لك بقى الجهاز بتاعك، تقدر تختار الصوره منها اللي انت عايزها. وليكن مثلا تعالوا نختار اي صوره من الصور دي، لان انا عندي صور بكواليتي وحش. خلينا مثلا ناخد الصوره دي زي ما انتم شايفين كده، الصوره دي متبهدله جدا. اتك على تحسين. زي ما انتم شايفين دلوقتي ده شكل الصوره قبل وده شكل الصوره بعد. الفرق شاسع يا جماعه في الجوده والتفاصيل وكل حاجه، كل ده بشكل مجاني. انا ما اشتركتش في اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. خلينا نختار مثلا الصوره دي، تك على تحسين. مساحتها 6 كيلو بايت. عن طريق الذكاء الاصطناعي وصلنا للشكل ده. ايه ده يا جماعه، ايه ده بجد، انا مش متخيل ان في موقع يقدر يحول لك الصوره من ده لده. تك طبعا على تنزيل هنا عشان خاطر تحمل الصوره. ناخد صوره مثلا لعلي هاسلر، الفيديو ده كنت نزلته من كام يوم عندي. فرق الصوره مش طبيعي يا جماعه، فرق الصوره مش طبيعي بجد. تعال ناخد صوره ليا مثلا، ده شكل الصوره يا جماعه. طبعا تقدر تعمل كده لحد حوالي مثلا 20 صوره او 10 صور، هو بيديك عدد معين من الصور مجاني. لو انت عايز تستفيد بكل مميزات الموقع بشكل لا محدود، تقدر ان انت تتك هنا على ترقيه الباقه وتشترك اشتراك من الاشتراكات دي. لو انت عايز تعلي جوده عدد اكبر من كده بالصور، فتقدر ان انت تشترك في اشتراك من دول. زي ما انتم شايفين كده الاشتراكات رخيصه لحد ما مقارنه بمواقع وبرامج اتكلمنا عنها قبل كده. خلي بالكم في اشتراكات سنويه وفي اشتراكات شهريه، في اشتراكات للصور بس، وفي اشتراكات للكتابه لو انت عايز تتعامل مع شات جي بي تي بالعربي وحاجات كتير. الموقع اي ميزه ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي بيبدا ان هو يعتمد عليها. كل يوم بيكون في ميزه اكتر من اللي قبلها. ولو قدرت اعمل لكم كود خصم كمان هسيبه لكم في الكومنتات. كده اقدر اقول لكم الف مبروك عليكم، عالم كامل من الذكاء الاصطناعي، موقع يشتغل على تليفون، يشتغل على كمبيوتر، يشتغل على ماك، يشتغل على اي حاجه، مفيش اي تنازلات وبشكل مجاني وسريع. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لسه ما عملتش، وتعمل سبسكرايب للقناه اول مره تشوفني. سلام.